مرحبا ابتسام، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. بالفعل ابتسام، نحن أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، نحضر يعني محاكمة القيادي بالاتحاد العام التونسي. نعم سامي. نعم ابتسام. نعم، نحضر هنا في أمام المحكمة الابتدائية بتونس محاكمة القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري. لفت الانتباه هو حضور عديد يعني القيادات في الاتحاد، القيادات الجهوية في كافة المناطق. تشوفوا هذه تقريبا كل الموجودين هنا هي وقفة مساندة من أجل مساندة يعني عضو الاتحاد سامي الطاهري في محاكمته الآن تجري يعني داخل قروقة المحكمة، تجري عملية المحاكمة، والآن خروج سامي الطاهري في المباشر خروج سامي الطاهري في المباشر. سي سامي مرحبا بك، انت في المباشر لإذاعة الديوان فهم. مرحبا بكم، نشكر كل المناضلات والمناضلين الاتحاد العام التونسي للشغل، كل الاصدقاء من الاعلاميين، من الصحفيين، من الحقوقيين، من جميع القطاعات، نشكركم الكل. نشكر المحامين، خاصة فريق المحاماة وعلى رأسهم العميد. واليوم القضية ما وقعش نظر فيها لأنه تأجلت، لأنه محامي الشاكي طلب التأجيل، ففوض العميد النظر للقاضية لأجلتها إلى يوم 20 ديسمبر باعتبار أنها محال على 115، المرسوم 115 الخاص بالقضايا نتاع الصحافة والإعلام. نحب نذكر اللي اليوم القضية ماهيش قضية شخصية مع سامي الطاهري، هي قضية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، هي قضية ضد الجمعيات المشبوهة وضد الجمعيات اللي تجيب في التمويل الخارجي وضد كل من يستخدم في المال الفاسد باش يفسد الحياة السياسية والديمقراطية في تونس. والقضية هذه ما نجمش باش نسكتوا عليها، احنا نجم تتعدى يوم 20 ونجم تتحكم ضد ولا لا، ماشي مشكلة، اما نطالب كل الأحرار، كل الحقوقيين، كل المحامين أنه اللي عنده قضية يرفعها ضد هؤلاء المجرمين، ضد الذين يستخدمون واستخدموا السلطة واستخدموا مواقع السلطة في تونس، قرطاج، القصبة وغيرها، للتغطية على هذه الجمعيات، جمعيات الفاسدة، جمعيات تجيب في الفلوس من قطر وتجيب الفلوس من تركيا وتجيب في الفلوس من جهات مشبوهة باش بعد تفسد بها هذه الحياة السياسية وباش تفسد فيها الانتخابات. اللي عند أي صوت حر، محاماة التونسية اللي متعودين بها صوتها يلعلع ضد هؤلاء أن تترفع قضايا، ما همش هما اللي يجرجرون المحاكم، يلزم تو تتفتح المحاكم نتاع العموم. الطرف الشاكي يقول انه مع الاتحاد ما عنده حتى علاقة بالقضية، هي قضية شخصية بسامي الطاهري. شنو هو؟ ما عنديش حتى قضية شخصية، انا تكلمت، انا علقت في تدوينه هو كان يتهجم فيها على الاتحاد، وعلقت بوصف سامي الطاهري الامين العام مساعد مكلب الاعلام مهمة الدفاع على الاتحاد ضد من يقوم بتشويهه، هذا تعود على تشويه الاتحاد، ولذلك انا ماهيش قضية شخصية وماهيش قضية ما بين عائلة معينة وبين فلان. هو يعتبر على روحه، هو محكمة المحاسبات اكدت ان اخواته وتحت غطائه هو كرئيس ديوان رئيس الجمهورية المؤقت السابق أنهم عندهم شبهات مال فاسد من خلال جمعية تونس الخيرية. يعني بالنسبة لي أنا ما تعاركتش مع واحد في الشارع على قضية نتاع حدادة ولا نتاع بنية ولا نتاع رخصة، على قضية فساد، قضية خطيرة، قضية تمويل أجنبي لابد من فتحه. الاتحاد باش يفتح باش يقدم قضية في الجمعيات هذه اليوم. احنا عندنا عديد القضايا، عندنا 236 قضية قدموها أبناء تونسيار وبنات تونسار اللي في الثلب وفي القذف وفي التشويه السمعة وفي تشويه سمعة مؤسسة عمومية رفعناها كنقابة، أنه تشويه سمعة تونس الجوية من خلال السيد هذا. 236 قضية إلى حد الآن لم يتم فتحها ولم يدعى إلى التحقيق، رغم اللي فتنا تو أكثر من عام وأربع أشهر. كان الآن من الأوان أنه نسكن حتى واحد ما عنده على رأسه ريشة. احنا مستعدين أن يقاضونا ونمثل أمام القضاء وثقتنا في القضاء، ولكن أيضا لابد أن يكون المساواة هذه أمام الجميع، وللناس اللي تتغطى كانت بالسلطة وبالترويكا وبالائتلافات الحاكمة باش تتسكر ملفاتها، آن الأوان أن ترفع هذه القضايا، وأن القضاء واليوم الدائرة اللي تعرضت عليها في دها وثائق تثبت
التورط هذه هي العائلة وتورط هؤلاء في مع جمعيتهم، فعلى الحكومة على النيابة العمومية أن تفتح القضية. أيضا دعوة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإلى وزيرة العدل وإلى وزارة الداخلية اللي تملك الملفات، ودعوة إلى المركز البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية أن تنشر كل التقارير اللي تثبت اللي هذه الجمعية وجمعيات أخرى متورطة في المال السياسي. شكرا لك. إذن القيادي بالاتحاد العام كنس الشغل صامت طارق خذيناه في المباشر مباشرة في لحظة خروجه من أمام المحكمة الابتدائية في قضية اللي كان رفع عليه ضده يعني مدير ديوان الرئاسي المنصف المرزوقي عماد الدايمي. يعني كما تشوفوا مباشرة الآن يعني أعضاء الاتحاد العام كنسول الشغل وقيادات الجهوية والمحلية والفرعية يهنئون سامي طاهر بلحظة خروجه من المحكمة الابتدائية بتونس بعد تأجيل القضية التي كان رفعها ضده في حقه يعني عماد الدايمي بتهمة الثلب وبتهمة التشهير. الآن تأجلت القضية إلى يوم 24 يعني القادم. يعني هذه الصور مباشرة لحظات مباشرة بعد خروج سامي الطهري من المحكمة.